اهلا وسهلا بحضراتكم متابعي بيتو في كل مكان، وجوله جديده هنتعرف فيها مع حضراتكم على اخر اخبار الطقس وتوقعات خبراء الارصاد لدرجات الحراره في مختلف المدن والمحافظات المصريه. هيئه الارصاد الجويه اعلنت حاله الطقس غدا الخميس، ووضحت انه هيكون طقس حار نهارا على القاهره الكبرى والوجه البحري وعلى السواحل الشماليه الشرقيه وعلى وسط صيناء وشمال الصعيد، مائل للحراره على السواحل الشماليه الغربيه وجنوب صيناء وسلاسل البحر الاحمر، هيكون شديد الحراره على جنوب الصعيد. ده عن حالة الطقس نهارا. أما ليلا فمتوقع أنه هيكون معتدل على كافة الأنحاء، هيكون لطيف على السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى، هيكون في شبورة مائية على القاهرة الكبرى والوجه البحري وعلى السواحل الشمالية الشرقية وعلى وسط صيناء. كمان من المتوقع أنه هيكون في نشاط للرياح على جنوب صيناء وسلاسل البحر الأحمر، وهيسود طقس مشمس على القاهرة الكبرى والوجه البحري وعلى شمال الصعيد وجنوب الصعيد وجنوب صيناء وسلاسل البحر الأحمر. هيئة الأرصاد الجوية وضحت أيضا أنه هيكون في طقس غائم جزئي على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية وعلى وسط صيناء. هنروح مع حضراتكم وهنستعرض بيان بدرجات الحرارة المتوقعة بكرة إن شاء الله. القاهرة درجة الحرارة الصغرى المتوقعة 21 والعظمى 35، الأسكندرية الصغرى 20 والعظمى 29، طنطا الصغرى 20 والعظمى 34، شبين الكوم الصغرى 20 والعظمى 35، دمنهور الصغرى 20 والعظمى 30، بلطيم الصغرى 19 والعظمى 29، مطروح الصغرى 20 والعظمى 27، السلوم الصغرى 19 والعظمى 29، سيوة الصغرى 19 والعظمى 36، بورسعيد الصغرى 20 والعظمى 29، دمياط الصغرى 21 والعظمى 28، الزقازيق الصغرى 21 والعظمى 36، المنصورة الصغرى 20 والعظمى 34، الإسماعيلية الصغرى 20 والعظمى 36، السويس الصغرى 20 والعظمى 35، العريش الصغرى 19 والعظمى 30، رفح الصغرى 19 والعظمى 29، راس سدر الصغرى 21 والعظمى 33، نخل الصغرى 15 والعظمى 32، نويبع الصغرى 23 والعظمى 36، كاترين الصغرى 14 والعظمى 30، الطور الصغرى 23 والعظمى 32، شرم الشيخ الصغرى 27 والعظمى 35، الغردقة الصغرى 26 والعظمى 34، مرسى علم الصغرى 25 والعظمى 35، الفيوم الصغرى 23 والعظمى 35، المنيا الصغرى 22 والعظمى 35، أسيوط الصغرى 23 والعظمى 35، سوهاج الصغرى 24 والعظمى 36، إنا الصغرى 25 والعظمى 36، الأقصر الصغرى 25 والعظمى 38، أبو سمبل الصغرى 26 والعظمى 41، الوادي الجديد الصغرى 26 والعظمى 38، شلاتين الصغرى 26 والعظمى 35، أبو رماد الصغرى 25 والعظمى 34، حلايب الصغرى 23 والعظمى 30، وأخيرا معانا راس حدربة الصغرى 22 والعظمى 29. هنستعرض مع حضراتكم كمان الظواهر الجوية للأيام المقبلة من يوم الجمعة لحد يوم الثلاث. متوقع انه هيكون في نشاط للرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري وعلى جنوب البلاد وسيناء وعلى السواحل الشمالية وعلى شمال الصعيد. هيئة الأرصاد الجوية كشفت عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة، ووضحت ان هي هتكون كالتالي: القاهرة الكبرى درجة الحرارة العظمى المتوقعة تتراوح من 35 ل 37 درجة مئوية، ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة تتراوح من 21 ل 23 درجة. أما في السواحل الشمالية فدرجة الحرارة العظمى هتتراوح من 28 ل 30 درجة، ودرجة الحرارة الصغرى هتتراوح من 20 ل 22. أما عن الوضع في جنوب سيناء فدرجة الحرارة العظمى هتتراوح من 35 ل 38 درجة مئوية، ودرجة الحرارة الصغرى هتتراوح من 25 ل 26 درجة. وأخيرا عن الوضع في الصعيد فدرجة الحرارة العظمى هتتراوح من 35 ل 42 درجة مئوية، ودرجة الحرارة الصغرى هتتراوح من 26 ل 22 درجة مئوية. متابعينا بكده تكون خلصت نشرتنا الجوية، ولكن متابعتنا مستمرة مع حضراتكم على مدار اليوم لمتابعة حالة الطقس. بشكركم شكرا جزيلا على حسن المتابعة. كنت معاكم هدير رمضان.